الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد النائب فاضل جابر استمرار دخول مئات الآلاف من العمالة الأجنبية إلى العراق دون تنظيم وتدقيق أمني. وقال جابر إن مئات الآلاف من العمال الأجانب ما زالت تدخل إلى العراق دون تأشيرة أو تدقيق أمني، وهذا الأمر يعد اختراقا يهدد أمن البلاد بسبب عدم معرفة خلفية الأجانب الذين يدخلون بحسب قوله. وأضاف جابر أن وجود أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق بحسب بعض الإحصائيات تسبب بزيادة معدلات البطالة بين العراقيين الذين يعانون من كثرة البطالة وكذلك التهريب العملة الصعبة خارج البلاد. قالت مديرية نفط ومعادن أربيل إنها عاقبت 21 محطة وقود بسبب رداءة جودة البنزين المباع والتلاعب بنوعيته. يشار إلى أنه منذ شهر حزيران الماضي تمت معاقبة 172 محطة وقود في كردستان العراق، منها 6 محطات عوقبت مرتين بسبب تكرار المخالفات. وأكدت المديرية أنها ستلاحق كل من يقوم ببيع البنزين ذي الجودة الرديئة قانونيا في ظل تزايد عمليات الغش التجاري في قطاع بيع الوقود. أعلن مصرف الرافدين إطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية. وقال المصرف إنه تم إطلاق دفعة جديدة من السلف والتي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين، فيما تتراوح سلف العقود بين 5 و10 ملايين دينار، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة. هذا ومن الجدير بالذكر أن شبهات فساد شابت ملف السلف التي يطلقها مصرف الرافدين. أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين رفعاً فورياً لأسعار الفائدة في أعقاب قرار البنك الأمريكي المركزي. وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع منذ أيام أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة لتستقر عند 2.25 و2.5%. وتأتي قرارات البنوك الخليجية رفع الفائدة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي لبلدانهم وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية. استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في بداية التعاملات الآسيوية مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أيلول ليبلغ 96 دولار و80 سنتا للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول لتثبت عند 107 دولارات للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر تشرين الأول لتصل إلى 100 دولار و1 للبرميل. وينتظر العالم الاجتماع المرتقب لمجموعة أوبك بلس في 3 آب المقبل، والذي سيتخذ فيه قرار إما بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير أو سيتم الاتفاق على زيادة الإنتاج. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كتاب الموجز، إلى اللقاء.